فتحت أبواب السباق الشاحنات على مصراعيها، فالتتويج متاح للجميع. جانوس فان كيستيرين هو المفضل بشاحناته من تراس دي روي إيفكو، كما يملك زميله فيكتور فيرستايجن فرصة للفوز. في نفس الشاحنة وبألوان مختلفة سيكون الأب مارتن فون دن برينك وابنه ميتشيل من بين أبرز المتنافسين. يمكن لبان فانديلار الذي حل سابقاً في المركز 11 ولأخيه جان ابن المرحوم فرايد أن يأمل بالمركز الأفضل في شاحنته من تراس إيفكو. منذ مشاركته الأولى في داكار، هدف مارتن ميسك هو التتويج. حل في المركز الثاني في فئة T5 ويتمتع بكافة الأدوات ليصنع نجماً. يأمل أليس لو برايس في شاحنته من تراس براجا العودة بقوة بعد خيبته الفائتة في داكار، وقد وصل 4 مرات إلى أفضل 5 مراكز. خاض توماس فراتني بطولة العالم للرالي وقد حل في المركز الثالث، هدفه الآن أن يلمع في أصعب سباق للرالي. سيأمل كيس كولن الفائز في فئة T5 في بطولة العالم للرالي أن يحسن مركزه 13 في النسخة الفائتة من داكار. لا شيء يقف في طريق هينو وتيروهيتو سوغاوارا، مع شاحناتهم الهجينة يصبو اليابانيون الوصول مرة بعد إلى أفضل 10 مراكز.